قناة النبأ لا ننكر جهودها من بداية محاربة داعش في تغطيتها للأحداث ساعة بساعة، وكان لها الدور بارز منذ انطلاق عملية البنيان المرصوص. نشكر كل الإعلاميين الشرفاء وهذه القناة وهذه اللمسة التي قدمتها في تكريم كل أبطال البنيان المرصوص وأبطال 17 فبراير. هذه القناة التي واكبت ثورة 17 فبراير، وهذه القناة التي دائما تصدى بكلمة الحق. أنا ليس غريبا على هذه القناة، أنها كانت ملاصقة لنا في جبهات القتال من بداية حرب التحرير إلى الآن. ما قامت به قناة النبأ حقيقة من بداية الأحداث أو حرب سرت ضد الدواعش، وكانت متواجدة بقوة. هذه القناة نحييها من كل قلبي، وأحيي كل العاملين فيها.